اللي كان منذ أيام خلال سهرات رمضان في دار الثقافة ابن رشيق. جورج، الأغنية العربية اليوم متهمة بأنها أغنية ضعيفة على مستوى الكلمة، على مستوى اللحن. يعني ثم شكون يقول، وذي قالوه البارح في الإذاعة في سهرتنا في الأنجواء، أنه هناك صحوة نسبية مثلا من خلال ما قدمته أنت. شو هو تقييمك للأغنية العربية اليوم وغياب الأغنية الجيدة اللي كنا نعرفها عند الموسيقى العربية؟ هي بشكل عام الأغنية العربية في حالة هبوط، سببها بعود أنه بدهم النجاح بسرعة، بدهم يكسبوا فلوس بسرعة، بدهم يعملوا نجوم بسرعة، بدهم كل شيء بسرعة، وهذا الغلط، هذا الغلط اللي واعين فيه. نسي أنه لازم الأغنية تكون إلى موضوع، كلام له موضوع، قصة في الكلام، لحن حلو، يؤدى بطريقة حلوة، يوصل لأذن المستمع، يوصل لحن مهذب، لحن يفوت للقلب، تحس فيه. هذا الشيء نسينه بعض الأغاني، مش كلها طبعا، بس لابد بيطلع أغاني حلوة وبيطلع أغاني مش هابطة. ترش هنا المسؤولية بدرجة أولى، مسؤولية المطرب والمطربة اللي يقبلوا أي أعمال يقدموها لهم. مسؤولية الكل أستاذ نجيب، مسؤولية الكل. لما يكون مطرب جديد أو مطربة جديدة، مش راح تعرف تميز المطربة أنه هذا اللحن لحن هابط ولا لحن جيد، ولا هالكلام هابط ولا كلام جيد. هذه مسؤولية الكل، يعني من كاتبين وملحنين. و اليوم يعني باش تصبح نجم، العملية ليست بصعبة يعني. إيه، بس الأصعب أنه يبقى نجم. ممكن يوصل واحد، ممكن اسم يعرفوه كل الوطن العربي، يطلع على جميع وسائل الإعلام ويشوفوه، يعرفوا اسمه ويشوفوه، بس مش ممكن يحبوه لو ما كان أهل أنه يحبوه. ومش ممكن يبقى نجم ويبقى فنان إذا ما كان شيء عنده أهل ليكون فنان ويبقى فنان. سر نجاحك أنت يعني، سر نجاحك يعني، هل هو صبرك أم انتظارك لي الحصول على اللحن اللي يتناسب معاك؟ يعني كيف تأخذ أغنية، كيف تغنيها، كيف تقرر أن تغني أغنية؟ النجاح أستاذ نجيب مش أغنية ولا لحن، النجاح أول شيء من رب العالمين، تاني شيء لما يكون إنسان صادق في عمله، يؤدي عمله في صدق، أظن وربنا يعطي الحظ طبعا، أظن بينال النجاح. هل هي الأغاني تعتبر أنك قدمت فيها مضمون موضوع للمستمع؟ هل هي الأغنية أو الأغاني اللي تعتبر أنهم علامات هامة جدا في حياتك الفنية؟ غنيتها أنا؟ أي أغنيك أنت؟ غنيت أغاني حلوة بقى. يعني تعب نفسي في هواك أغنية حلوة، وعايشة بقى 12 سنة. نعم. حلف الأمر يمين وقال لي حلو ساعة مشافي، لو نويت تنسى اللي فات. كل أغاني فيها موضوع، فيها كلام حلو، كلام الناس آخر شيء. بعد كلام الناس من حقيقة جديد. بعد كلام الناس ما عملت شيء ولا كاسيت، هلا إن شاء الله نعمل كاسيت جديد. حضر جديد. نعم. ماذا ستقدم للجمهور ليلة في قصر رياض المنزه؟ هل ستقدم نفس برنامج الصيف الماضية أم أنه أنت وجو السهرة؟ هو حسب جو السهرة، بس بشكل عام رح أقدم الألبوم الجديد كله بتاع كلام الناس. نعم، كل ألبوم جديد وشوية من القديم. نعم، بعدين حسب جو السهرة، حسب الناس العاديين شو بدهم، شو عاوزين يسمعوا. نعم. نعم، يعني أنت من نوعية المطرب الذي يطلع ببرنامج محدد، أم أنه ثم برنامج وثم إضافات مفتوحة حسب تفاعل الجمهور؟ بالضبط، عندي برنامج محدد، بس بذات الوقت بسير الجمهور، وإذا عاوزين شو أغنية من القديمين، أغنية مش محطوطة بالبرنامج، بكون جاهز أغنيها. كنت في الصيف الماضية الفنان العربي الوحيد اللي كانت معاه فرقة من 30 عازف. الحقيقة أنا جبت كل فرقتي العام الماضي. نعم. مشان يكون عمل مكتمل، يعني مش إنه هذا عم بحكي إنه موسيقيين ولا سمح الله مش ملاح، بالعكس. نعم. بس عشان نلزم بروفات كتير عشان يطلع العمل جيد، وما كانش في وقت نعمل بروفات مع أخوانا الموسيقيين هون الفرق التونسية. نعم. عشان هيك جبت كل فرقتي مشان يكون العمل كله محفوظ الشغل، بيطلع العمل جيد. يعني عدد الفرقة هل له تأثير على نوعية العمل المقدم للجمهور؟ لا أبدا، بس بالنسبة لمسرح كورتاج مسرح كبير ويلزموا كمية من الكمانجات. نعم. يعني نعم، مفروض يكون فرقات. نعم. إذا سمحت لنا تقومنا بعملية سحب البطاقات لمعرفة من سيشارك معنا في مسابقتنا الوحيدة المفتوحة، تأخذ مجموعتين. نعم، تأخذ قصصات هذه المتسابقين، تأخذ مجموعتين كبار من فوق من تحت من الوسط، يعني تفضل سلمهم لي شكرا، حتى نعرف من سيشارك معنا في مسابقتنا هذا المساء. مسابقة شو أستاذ نجيب؟ مسابقة حتشوفها الآن. هذا بيعمل شيء ما بيعرف شو هو؟ لا، مسابقة ما تعليك شدي للجمهور اللي تبع في السهرة.
نعم شكرا لك جورج. جورج، هل نفس الحب اللي عندك من التونسيين ليك هو موجود بذاته في بيروت، في سوريا، في الأردن؟ الحمد لله عندي محبة من جميع الوطن العربي، بس بتونس بلاقي نفسي بيسمعوني. يعني بلاقي عالم 10,000 أو 7,000 قاعدين في مسرح وبيشيخوا بينطربوا بينبسطوا من غير يشيخوا ذي تونسيين. آه شيخ تونسي. بقى هذا الشيء بفرح القلب. نعم. يعني هذا الشيء بعتز فيه إنه في بتونس ناس سميعة. نعم. أكثر نسبة سميعة بالوطن العربي موجودة في نعم. عندنا جمهور كبير. قلت مش بتونس، قلت خارج تونس. نعم. من الصحف. عندنا جمهور كبير يتابع السهرية، ومنذ يومين كلمني الأستاذ أسامة جبور وهو مطرب أردني، قال يا ريت في سهراتك يعني تذكرنا ولو بكلمة خير، لأنه عند ثم جمهور تقريبا 80% من الأردنيين يتابعون هذه السهرية عن طريق المحطة الفضائية. فقلت أنا مناسبة حلوة برشا نفاجأ صديقنا أسامة جبور وأيضا جمهورنا العزيز في الأردن الشقيق اللي تبع في السهرية، أنه عن طريق جورج وسوف أولا نبين هذا النجاح الجماهيري اللي أصبح يتمتع به جورج وسوف الآن في الأردن من خلال مهرجان الجرش، ثم تكون باقة ورد لجمهورنا العزيز اللي نحيي تحية حارة من تونس وهو يتابع السهرية في الأردن الشقيق.